قرقيعان وقرقيعان بينك صير ورميضان عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام. قرقيعان وقرقيعان بيتك صير ورميضان أهزوجة رمضان الشهيرة وإحدى الفعاليات الاحتفالية الشعبية المتوارثة على مر السنين. قرقيعان وقرقيعان بيتكم صير ورميضان عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام. بانتصاف الشهر الفضيل تحيي الكويت كما بقية دول الخليج عادة القرقيعان، وفيها يلبس الأطفال ملابس خاصة ويقومون بجولات على منازل الحي وأداء الأغنية المشهورة سلم ولدهم يلا الله يخليه لأمه، وفي المقابل يرد أصحاب الدار التحية بتوزيع أكياس من الهدايا والحلوى على الأطفال. هذه العادة كانت من القديم، أولاد وبنات كانوا يطلعون ويقرقعون في أهاجيج قديمة قرقيعان وقرقيعان، والأولاد يقولون سلم ولدكم يا الله، وكانت حياة جميلة جدا، وكانت حتى طريقتها على الطريقة اللي موجودة حاليا اللي احنا قاعد نقوم فيها ونمثل فيها. تحرص مؤسسات وجمعيات وأندية وشركات على إحياء ليالي القرقيعان بطرق مختلفة، منها جلب فرق شعبية وغنائية، ومنها تنظيم احتفالات ومسابقات للصغار، ومنها تصميم مشاهد من الحياة الكويتية القديمة بهدف تعريف الصغار كيف كانت الحياة في الكويت في الماضي. أسامة رشيد، CNBC عربية، الكويت.